تناعس في الدار عندي مع 8 بحال ما هكا كنسمع ديك الزعيل بحال ما هكا شي واحد ساد لي فمو كيغوت بحال ما هكا وكنسمع ولكن قليل كنسمع تزينين بحال ما هكا لحت المنط بحال ما هكا نجري بحال ما هكا لبست بحال ما هكا المهم خديت بحال ما هكا السيرو ديالي بحال ما هكا سديت بحال ما هكا وجيت هنا ملي جيت ست سيروت ست مدور ملي جيت ست سميتو السيروت ست سيروت مدور بحال ما هكا دخلت حليت دخلت بحال ما هكا شتو هو كان واقف هنايا ملي شتو هو واقف هنايا هاز بحال ما هكا العصا والبافية محطوطة حداه قلت ليه شنو واقع قال لي راه واحد الشفار كان داخل هنايا وكيضرب شوية ماشي زعما كيضرب بزاف ولا كيهضر المهم واخد راحته في بالنسبه للهضره كيهضر بشويه بحال ما كايا قلت ليه شنو واقع قال لي راه كان واحد الشفار انا ورا المهم راه جوج شفار ولا ما عرفت واش الشفار ولا هو جوج ما علينا راه كرفس الوالد مع الوالده شوف شنو داير ليه الوالد عندي راه هو كان اسمه تما مغط تمايا بعلي يعني زعما غايس في الدمايات بحال الا لا شتي غتقول ميت الوالده هي حدا هنايا ما عرفت كانت الوالده كانت تناضت باش تفكو هو نزل عليها حتى هي نعسه بحال ما كو حداه الوالده مليوحه تما الوالد راه هو تما راه الدم راه هو لاصق بحال ما كو في الحيط وربما هذا تا هو دم تا هو المهم ما علينا قلت لي المهم زيد بعدا هاجي دابا هز معايا هزيناها لهين انا وياه حطيناها تمايا قالت لي غطيني باسمي على حساب البرد غطيتها بحال ما هكا عاود الوالد تا هو قلت لي تزيد هز معايا باك واش قلت لي ما شتيش هاد الحاله عاود هزوا معايا بحال ما هكا ثاني وديك الهزه عنده ناقصه هزينا هزيت وحطيته بحال ما هكا فوق السداري وعي غطيته بحال ما هكا عاود عيط لسميتو الخوادري عندي قلت لي ودي راه الوالد مع الوالده المهم راه وقعت لهم يعني وقعت لهم واحد الحديث اليوم في الصباح راه داخل شي شفار هنا المهم راه كرفسهم راه ذبحهم تكرفس عليهم المهم يعني راه في واحد الحاله ما كتصورش على البال عدوك ما كتبغيهاش لي المهم جا بحال ما هكا قلت لي عيط معاك الاسعاف باش ما نضيعوا لا وقت لا والو باش يعني باش نعتقوهم دغيا عاد عيط الاسعاف بحال ما هكا عيط عاود عيط لسميتو البوليس جاوا بحال ما هكا الاسعاف زين الوالد هو الاول دينا خرجناه الاسعاف عاود زين الوالده تاع يدينا خرجناها يعني الدم يعني واحد الحاله منين ما كتشوف الدم كتقول صافي راه كاين تما يا سمي راه مدقدق الراس ديالك كله مشلخ كلها مشلخه وواحد الحاله قلت لك يعني غيسه في الدمايات ما تصورش على البال والمهم جاو بحال ما هكا الاسعاف بحال ما هكا دينا بحال ما هكا هو يمشى معاهم ما حشم ما راه عام حاجه وما عرفت واش بغى يثيق منهم بان واش ماتوا ولا ما باقيين حيين ولا هذا ومشات معاهم حتى مرات الخوادري صافي والخوادري تا هو مشى معاهم تا هو صافي هو ديك الساعه مشاو ليه البوليس واحد البوليسي منهم قال لي راه سميتو راه صناه لتحت كيدور مع ديك 7:30 تقريبا تمايا ما عرفت واش كان باغي يضرب الوالد برا في الزنقه في الشارع تما كان باغي يضربو تما يقتلو ويهرب من تما وين طاحر ولا كيفاش قاديت الوالد وصل الدري اختي وصل للطاكسي ركبت وما جاش من هذيك الطريق داز من طريق اخرى من هنا وداز الفران جاب معاه جوج خبزات حطم تمايا قال زعما بلاتي شويه وانا غنعمرو تاي بحال ما كون عاود نفطرو حطم تما مشى نعس وهو يبقى كيقلب عليه تما ملي ما صابوش جا عقب دخل الدار جا هنا ملي جا وصابو سد دور الساروت باش حتى واحد ما يدق عليه واللي حل اللي دق عليه بحال ما هكايا ما يحلش عليه لا في الدراري خوتي ولا انا ولا اي واحد حيت الباب ديما محلول هذاك الباب ديما محلول دابا الوالد ما كاينش اللي غادي تخون ما كاين حتى حاجه اللي غتسرق اللي حاجه اللي غتخون ولا هذا والو ما كاين راكم شفتوا الحاله ديال المهم كيفاش بغينا لي زعما يعني زعما العذاب في الدنيا وفي الاخره زعما كرفصهم واحد دار لهم واحد التكرفيسه ولا يرتالها هذيك التكرفيسه زعما ما كتبغيهاش العدوك ما تبغيهاش لي زعما هذاك الشيء اللي كيقولوا راه هو اللي كاين فهمتي هذا الشيء اللي كاين ما يعني داك زعما داك الشيء اللي كيقولوا راه بصح ماشي زعما كذبوا عليه ولا هذاك الدري خرج لينا هو اللي خرج لينا وكاك داير هو البيت ديالو وما كان حنا ما كنتحاسبوش معاه في الوقت ديالو ولا هذا ما كنقولوا ليه الا كنا كنقولوا ليه نوض فيق نوض خدام نوض دبر على راسك نوض هادي على حتى ما خصك تجوج ما خصك وليدات ما خصك ما حال تصالحو ما خصك هذا
واش كيقول لك كيقول لك انا ما الخدمه ما كايناش وانا كنمشي نقلب ما كنصيبش. وانا وليت حاليا وليت كنقلب لي على الخدمه وملي كنمشي كيخدم نهار يومين صافي كيجي كيتخلص من عندهم كيصافي كيجي. حنا ما كتحاسبوا معاه لا مع وقت لا مع حتى حاجه. تفراو منه شحال من مره شحال من مره وهو الله يهديه وصافي. يعني هو دابا غيكون ربما مخطط هو دابا لذاك الشيء مخطط ليه وشحال هذه يمكن هو صابر لذاك الشيء وجامع كيجمع في ذاك الشيء. ولكن ما شاء الله وصافي حنا كنطالبوا ليه باقصى العقوبه. الى الوالدين خاصهم ما يقربش عليهم. انت ما سطي ما تعطيهم ما عندك ما خدام ما والو اعطيهم التيقار هساكك وسير جلل شي بلاصه اللي ما يعرفوكش خاصهم هما يديروني في مختافون هما يقلبوا عليا وما يسولوا عليا ومن اديهمش ما سط ما نعطيهم ما عنديش الغالب الله ما نعطي ما سميتون نبعد منهم وما نتحاكش مع الوالدين. راه الوالدين هادوك يعني ما كياديوش اي واحد. الجيران كلشي كيبغيهم لا كبيرهم صغيرهم حتى واحد ما كياديهم هما حتى هما ما كيعايروا حتى واحد. ما شاء الله هادشي اللي كاين هو هذا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.